أنا مني وعلي وهالمجموعة الكبيرة اللي حوالينا رفقاته منقول عن داني سيد الشهداء. ليه؟ لأن مثل ما تفضلتي وقلتي، مش بس قدم حياته وحياة مرته وولاده، قدم كتير أشياء للبنان تيبقى لبنان، ووطنيته واندفاعه نحو لبنان الأفضل هي كانت سبب من أسباب استشهاده نعم، واللي نفذه عمل وأجر للموجودين ببلدنا. يعني ما حدا اجا من برا طيروح، اجوا اوامر من برا يمكن ايه، بس اللي عملوا داني لبلدنا ولوطننا ولمحبتنا ولمجموعاتنا كلها، اللي داني يكفي انه نزل حمل بارودي معنا، يكفي. هيدي شهادة كتير كبير بالنسبة لرفقاته كلهم. وشو بدي خبرك اكتر عن داني؟ بتعرفي اكتر مني عن داني انت، وعاصرتينا وعيشتينا بكل مراحلنا تقريبا. ايه، بس ما بينقال عن داني الا نبيلي. أنا في تغريدة حب أسألك عنها. تفضل. على مواقع التواصل نشر رئيس حزب القوات سمير جعجع صورة للشهيد داني شمعون وكتب عليها أوفياء وقفات ومواقف ذكرى استشهاد داني شمعون، شو رأيك؟ شو رأيي؟ هيدا جهل، هيدا جهل بسموه، اللي مش عارف كوعه من بوعه، محتار شو بده ينقي كلمات، مازال الاتوم عنده وصل على هوايي. كيف بدي صدق هيك اقوال؟ انا كيف بدي صدق هيك اقوال باللي عم بقوله؟ كيف يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته؟ مجلس قضاء اعلى، ومجلس عدلي حكموا عليه للانسان بالاعدام وخفضوا له اياها للمؤبد، لان عندنا ببلادنا ما في اعدام. طب كيف بده يقول هيك؟ كيف بقول هيك؟ شو مين؟ يعني مين اتهمه؟ مش انا، انا ماني قاضي ولا مدعي عام. خيرة القضاة اتهموه بهالاتهام هيدا واللي عملوه فيه. مين؟ الرئيس فيليب خير الله؟ خلي يشيلوا غبار عنه. القاضي منير حنين اللي كان خيٌ لداني ودوري، اللي الرئيس شمعون وصيته لدوري وداني تركها مع القاضي منير حنين، كيف بده يشكك الواحد بهيك قضاء ومجلس عدلي؟ بعدين هو ما طلع، ما تبرى من موضوع تاني، ما تبرى، راح طلع عفو لاسباب سياسيه، في بيعرفوها في ما بيعرفوها، وانا ما راح فوت فيها هلا، لان مرة يعني شو بدي اقول لك؟ شو بتقول له لسمير جعجع اليوم؟ انا؟ توب، اذا عم يحضرك هلا توب. لا بيبعتوا له الفيلم عني، انا دائما بحب يحضرني دائما، لان المحاكم نازلين في طرقني. أنا ما بسكت عن الحق، وماني خايف إلا من ربنا، والحق سلطان مهما غارت الدنيا على الواحد. إذا تاب بتسامحوه؟ لكن المسامحة بديننا، بس نعم. مش نحن اللي منعفي. العفو عند ربنا، والعفو عند قادر المقل، يعني عند الرب مش عنا نحن، نحن عبيد كلنا، وهو كمان عبد. هلا نحن عبيد لربنا، يمكن هو عبد لغير شيء، شو بعرفني؟ يعني نحن اللي عاملينه مع سمير جعجع ما لازم ينسينا بشي ولا يأذينا بهالقد. نحن وقت كان هربان سمير جعجع، انا والمعطر داني طلعنا نزوره بقلاع المطران، عم ذكره فيها بس اذا عم يسمعني، وعرضنا عليه نطلع له الاكل، كان هربان من بشير بوقتها. الله يرحم بشير ويرحم شهاداته. ليش بشير بده يطارد سمير شجاع وما كان في شيء في شر؟ بس نحن طلعنا من ناحيه الانسانيه لعنده، وعرضنا عليه اللي ما بينعرض، انه الصلحه مع داني، عرض الصلحه مع بشير ولشو الحركات كلها، وعرضنا عليه شو ناقصه من مواد غذائيه، شو ناقصه من امدادات. قال له داني انا حاضر، طلع لك اني بسيارتي وخلي حدا يسترجع يوقفني على الطريق. نحن عملنا المبادرة واخذنا مبادرة غير لسوء الحظ. تعرف كمان في تغريدة لافتة كانت لبنته للشهيد داني. نعم. تريسي بتكتب: بمناسبة ذكرى اغتيال والدي الشهيد داني شمعون وعائلتي، أشكر العدالة اللبنانية التي حاكمت المجرمين، كما أشكر جميع الذين تذكروه اليوم، سواء كانوا من الذين أحبوه أو قتلوه. نعم.
شو رأيك بهالتغريدة؟ أنا بدي وجه سؤال لتريسي، إذا هي فهماني شو كاتبة تبقى تفسر لي. نحن جربنا كتير نشوف شو بدها، شو عم تقرأ بالكلمة اللي كتبتها، شو سامح، شو اللي حبوه اللي ما حبوه. قولي شو بدك انت، في إلي كتير شهادات بديني في سمير جعجع. شو اللي صار؟ لا المسامحة صارت هيك اما لان كميل عمل نايب صار بدك تعمل شيء يعمل لك شيء، ما بقى نعرف. صدقيني نحن اوفياء. هي مرشحه على رئاسه الجمهوريه. وانا مين عم بيجيب سيرتها؟ لا عن جد مين عم بيجيب سيرتها؟ بس بحق لها اكيد. وانا ما بحق لي، انا كاثوليك الان مثلا، هي بحق لها مارونيه ومن دير القمر وبنت طبعا بلدي عريقه، بنت شهيد وجده كميل شمعون، الرئيس شمعون، يعني اللي مادة مفخرتنا كلنا. نعم. بس لسوء الحظ اليوم ما بعتقد كان قبل الرئيس شمعون. بعدين شغلة واحدة بده تنقال، لازم تنقال، سمير جعجع أو جماعته، عفوا هو ما بيلحق على كل شيء، فاتوا على بيت الرئيس شمعون كسروه، كسروا السيارات، ورجع علق صورة على مدخل بيته هو يالا الرئيس شمعون. اسمعي داني شو قايل عنا هالتسابقة هيدي على باب القصر الجمهوري مع المطرني. داني ذاكرها، مش أنا بس عم بذكرها، أنا كنت تحت. بقى ما بصير هيك، يعني ما بجوز الاستخفاف بعقول الناس. العيون شايفة، الضوء طالع لو ما في كهرباء، بس الضوء طالع على الكل، الكل، التاريخ ما حدا بيقدر يزوره. يا ستنا ما حدا بيقدر يزوره، اللي صار صار. واللي ما صار هيدا اللي بينتسى، بس اللي صار صار، كلنا عشنا الشهادات كلها ورحنا وجينا وحضرنا المحاكمة كلها. يعني وانا من اللي اكلوا جقرة بالمحاكمة. امتين؟ يوم تحاكموا لسمير جعجع بالمحكمة بالعدلية نسيت التاريخ. شو لا شو اللي شو اللي جقرني؟ شو اللي جقرني؟ انا حكيت مع سمير جعجع الان، قلت له ما في الا انا وانجريد وتمارا بالبيت، ما بدك كل هالهجوم وهالتكسير بالسيارات، شو بدك منا؟ عيفنا بشرنا نحن وياهم. بيسألوا القاضي منيف عويدات، كان ضيعان بوقتها، كان هو بالقوص بالقفص، والمكافحة داير ما تنضاروا. بيقول له حدا اتصل فيك من بيت داني شمعون؟ ثلاث مرات، ورابع ما هو اتصل فيه، ورابع مرة ضل ينكر شوية. أنا بقعد بأول صف يعني بالمحاكمة، كون كنت من المسؤولين القراب من للمرحوم داني، بيطلع فيه وبيجرني، بينعروا العسكري بالفروض تطلع بس على القوص، على القضاة، مش على الشعب ولا على العالم الموجود. هيدي وحدة. بلشت هيك المحاكمة مع سمير بهالسؤال، سألوا ياه القاضي منيف عويدات، طيب انه بعدين ما فيك تشككي بقضاة على مستوى الرئيس فيليب خير الله، المدعي العام منيف عبيدات، هدول تاريخهم شاهد لأعمالهم ونظافتهم. بعدين القاضي منير حنين مش ما نكرر حالنا، يعني ما بيجوز يتشكك بوضعه. وهلا اليوم عم بيطلع اخبار، طلع نزال طلع نزال، عم بيجربوا يقلبوا السحر على الساحر ويبروا سمير جعجع. هو بيوم من الايام لدى خروجه من السجن سمير جعجع بيقول انه بحب يعيد كل المحاكمات، رح يرجع يعيد كل المحاكمات ليثبت براءته. ما بيقدر، ما بدي يكون انا مني محامي ومني قاضي ومني مدعي. بس مش يمكن انظلم استاذ جورج؟ نعم. يمكن بفتره بالحقبه اللي كان فيها الاحتلال السوري وما الى هنالك، كنا بنعرف الضغوطات السياسيه اللي كانت، مش يمكن انه انظلم؟ انه ما بعرف. هلا بيجوز يا ستي بيجوز، بس مجلس قضاء اعلى من هو اللي بده يضغط عليه تيحكم على سمير جعجع. اليوم جماعته وهو واللي هلا الحوص الجديد اللي حواليه من جماعتنا، يعني عم بيقولوا لي حدا بيتهم رجل صار بالقبر انه هو قاتل داني شمعون تيبر واحد حي؟ ما بيجوز، ما بتنقال، ما ممكن تنقلوا يقلبوها على سمير جعجع. هلا شو هي؟ منا مقايضه، في دم، في ارواح، في طفاله. يعني اذا بخبرك شو حاكي ابني، وجه له حديث، تقول خينا كميل عمل له بلوك، ما بيريد يسمعها من حدا منا يعني.
صح. قال له وصلوا له اياها لكمين، لان عامل له بلوك. يا سمير، طارق وجوليان تاي وجول بعيدوا لبعضهم، كانوا رفقه سوا، ما راح يخلوك تعيش مرتاح لحظه، اطيافهم راح تضل فوق راسك لحتر. عتبان على تريسي وعلى دوري. انا مش قايل يمكن اللي حق اعتب اللي حق ما اعتب، بس انا ايه تيبروا القاتل لمصالح شخصيه وانيه، ويحملوا دم تريسي تحمل دم بيا، راح قطعت امبارح ما راحت على قداس كميل مثلا. شو هيدا؟ ولا شو كل هالحكي والتنظير وسمير نازلين في محاكمات لالي وعدعوا ورا دعوة وهي قاعدة عنده مراب، كيف ما بدي اعتب؟ يعني ما حقي يعتب كانسان كبشري. بس استاذ جورج، حدا رح يحب داني اكثر من بنته؟ ايه نحن بتحبوه اكثر من بنته؟ نحن ومنا من بيت شمعون، نحن منا من بيت شمعون، بس نحن رفقاته لداني، قتلنا سوا ومثلنا شهداء كثير معه لداني، وهو كان يحترم الشهيد والشهيدي، مش بينعمل قداس بالحدد لشهداء نمور الاحرار. شو قالكم بنمور الاحرار؟ تعالوا كلنا نصلي لداني سوا. ليش هلا سمح لهم سمير شعشع يعملوا قداس في كنيسه الحدد بينما ايام نحن اللي مطرني منعونا؟ طب ليه؟ ما في شي سبب، حدا يخبرنا اياه لالنا تنقتنع ونسكت. المسامحة حلوة، المحبة أحلى، كل شيء حلو، بس مش على حساب ناس، مش على دمات أولاد، مش على مصالح أنية صغيرة رخيصة، هيدي ما بنشتغل فيها نحن. نحن حربنا للبنان، انصبنا ونقطشنا ومعاقين، بس بشرف، هيدا وسام على صدرنا نحن. نحن حربنا للبنان، مش حربنا كرمال فلان وفلان. بيشهد علينا الله نحن مش قتلين مسيحي. شو هيدي مش كبيرة كمان لإلنا؟ مش شرف لإلنا؟